اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اول حاجه مرحبا بكم معايا في قناه ماي ايمان فلوغ. البنات الى عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم وبلي كومونتير. اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد لا فيديو اللي غادي يكون ان شاء الله فيديو خفيف ظريف على قلوبكم. فيديو بغيت نشارك معكم فيه خريجه غادي نخرج انا وراجلي ووليداتي، بحكم ان وليداتي غدا ان شاء الله عندهم لا فوتو دو كلاس. بغيت نخرج نشوف ليهم شي حاجه في الحوايج، وخا صراحه راه عندهم الحوايج لان لا رونتري سكولير ماشي بزاف باش دخلوا، وعندهم حويجات لبسوهم زعما، ولكن انا من النوع اللي تنبغي كل شيء يكون جديد. تتقولوا لي البنات خليو ليا في لي كومونتير واش نتوما بحالي ولا لا. صراحه لي باسكيت عندهم غادي نشوف غير شي جين، المهم غادي نخرج نشوف شنو كاين الا لقيت شي حاجه وغادي نديكم معايا. دابا يلاه معايا باش نضربوا دويره ان شاء الله في لي ماغازان ونشوف شنو غادي ناخذ لسلمى وادم. هنايا البنات جينا اول حاجه جينا لجيمو، بغيت نشوف شي، المهم نشوف الحويجات اللي كاينين. خاصني نشري لادم شي حاجه، شي حاجه ديال الحوايج لان عندي الطرف ديال الكلاس، عرفت حتى البارح جا بلاجوندا فيها حتى غيكون عندهم فوتو كلاس، قلت حتى اليوم شي حاجه. صراحه ما لقيت شي حاجه لي انتريسي، خديت واحد الجين واحد الادم، ودابا هنايا جينا لاونفيل غادي نمشيو. المهم عندنا واحد لي ليفغ ديال ادم وسلمى كياخذوهم من لا بيبيوتيك غادي نردوهم، مي قبل غادي نضربو دوره شويه مع الجوزوين، نضربو دوره وغنشوف الا كاين شي حاجه كوكيدي. المهم ها نتوما معنا اللي درتها غنشاركها معاكم. هنايا جينا الأوكيدي.
دابا غادي نجلسوا هنايا في هاد لابولونجري هادي، ناخذ الدراري بغاو ياكلوا شي حاجه صراحه عينا صافي، غادي نديروا غوتي ديال هانتوما معانا. زيدي صافي من بعد ما دخلنا لابولونجري، المهم سلمى وادم تبعوا داكشي اللي بغاو صافي كلاو، ودابا غادي نمشيو نديو ادم يمشي عند حسان، المهم هما راه سبقوني وانا عاد لحق عليهم انا وسلمى. هنايا وصلنا عند لو كوافير، المهم كما قلت لكم هما راه سبقوني راه غدخلوا وانا غادي نبقى نتسناهم حتى تسالي 18 مو عاد خرجنا. ها نتوما نوريكم ادم، اجي ها هو حسن حسنا اللي دار صافي، ودابا ديريكسيون الدار ان شاء الله باش المهم دار لي دوفوار البارح ولكن عنده خاصو يريفيزي اليوم، غادي يريفيزي فيت في ويدير لا دوش ديالو صافي ويتعشى ويمشي ينعسو باسكو دو ناسي ليكول صافي. المهم نتلاقاو من بعد. وهنايا البنات من بعد ما دخلنا، المهم كما قلت لكم ملي خرجنا ما دخلنا حتى السبعة ديال العشيه، غير دخلنا راجلي مشى كيغيفيزي مع ادم، وانا يا دخلت باش نوجد العشاء صراحه، خديت الكفته باش ندير طويجين ديال الكفته بمطيشه، وراجلي والدراري قالوا لي بغاو دي زومبرغر مع لي فخيت صافي. ها نتوما درت لي زومبرغر هكا مع الكفته، ما بغى حتى واحد يتحل. مهم ها نتوما غايبان لكم هكا، درت هذيك كفيته ودرت الفروماج ودرت هذا الخبز. هذا البنات هذا الخبز كيتباع في ليدل بغيوشي صراحه واعر زوين صافي. وهنايا درت واحد طباسيل ديال الدلاح، وهنايا طباسيل ديال المهم لي فخوي اللي كانوا عندي صافي. دابا غادي نمشيو نتعشاو، غادي ندير هذوك في الفران والفريت راه كتقلى، ونتعشاو ونرجع معكم من بعد. وكانت هذه هي الطبيله اللي وجدتها البنات بالنسبه للعشاء، طبيله ديال الزربه. ومن بعد ما تعشينا صافي مشاو الدراري باش ينعسوا. وبالنسبه للحويجات البنات كيف ما غادي تشوفوا في لافوتو، هادو هما الحويجات اللي مشاو بهم لافوتو ديال لاكلاس. نتمنى لا فيديو البنات يعجبكم، الا عجبكم ما تنسونيش بلي لايكات ديالكم وبلي كومونتير، وغادي نقول لكم نتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.